في تجربة هي الأولى من نوعها، أطلقت في موقع آثار فقرة تقنية الدليل الصوتي لمساعدة السياح وإرشادهم في جولاتهم داخل الأماكن الأثرية. تتيح هذه التقنية للسياح والزوار رؤية الآثار والاستماع بالمجان إلى شرح مفصل عن حكايا المنطقة. بلديتك فردبيان من أول ما استلمت مهمتها حطت خطة استراتيجية للتنمية السياحية، ضمن الخطة الاستراتيجية هي تضوية على أثارات فقرة، على معابد فقرة الأثرية اللي موجودين هون. حطينا خطة نشتغل على فترة سنة مع مديرية الأثار ومع المدارس اللي موجودة بالمنطقة تيحبوا هيدي المنطقة، بيصيروا يحموها. كل ما منتعلق أكتر بأرضنا وبتراثنا كل ما منصير نحافظ عليها أكتر، فضروري هيدا التشبيك، ومنحمس كل البلديات اللي عندها أثار وعندها تراث بمناطقها تقدر تشبك مع المواطنين ومع المديريات الأثار والتراث والسياحة. 15 رحلة مروية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، محفوظة في ألواح ذكية وموضوعة عند مدخل الأثارات، عمل عليها الطلاب صف الآثار من مدرسة غران ليسي بالتعاون مع المديرية العامة للآثار التي أشرفت على دقة المعلومات قبل تسجيلها، وواكبت لجنة السياحة في بلدية كفردبيان المشروع لوجستياً وسهلت العمل. اللوحات الرقمية هي تقديمة من الغران ليسي فرانكو ليباني فرع الأشرفية لتلاميذ السكوند والتروازيام في صف اسمه صف تراث باتريموان، وهني فكروا يعملوا شيء لموقع فقرة، واجوا هالمدري العمل الأثار واشتغلنا سوا وفكرنا نعمل أوديو جايدز. الوقت ما حدا بيجي على الموقع فيه يتعرف على كل المعالم الأثرية، ونحن كتير حبزنا هالمشروع لأنه المدرسة هي اجت وكان فكرتها في مواقع أثرية في كل المناطق اللبنانية، سو كل مدرسة أو كل جامعة فيها تجي على المديرية العامة للآثار ونشتغل سوا لنقدر نبرز معالمهم لكل ضيعة لكل منطقة. المشروع الذي استغرق إنجازه عاماً كاملاً يهدف إلى تحفيز السياحة في المنطقة والسياحة الداخلية بشكل عام في لبنان، كيف لا والطلاب هم من يعملون على ترسيخ حكاية التاريخ في أذهان الكبار الذين تناسوا أن السياحة في لبنان كنز وانهمكوا بالتخابط السياسي العقيم. هيفاء البنا، قناة الجديد.